بعد الإعصار شاهين ماذا ينتظر بحر العرب؟ التفاصيل في هذه النشرة. أهلا وسهلا بكم مجددا في هذه النشرة الجوية الشهرية لشهر أكتوبر من عام 2021. نبدأ نشرتنا باستعراض هذه الخريطة لتوزيع درجات الحرارة المتوقعة خلال شهر أكتوبر، والتي ستكون أعلى من معدلاتها في عموم دول المغرب العربي وأيضا أغلب المناطق الأوروبية وصولا حتى شمال غرب روسيا. أيضا درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في أغلب مناطق الجزيرة العربية باستثناء الأجزاء الجنوبية منها، وأيضا العراق ستكون درجات الحرارة حول إلى أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام. لكن البرودة الملموسة والمحسوسة ستكون في وسط البحر الأبيض المتوسط وأيضا منطقة البحر الأسود، حيث يتوقع أن تشهد هذه المنطقة عبورا لكتل هوائية باردة خلال شهر أكتوبر. الأنظمة الجوية السائدة خلال شهر أكتوبر نستعرضها في هذه الخريطة، حيث يتمركز المرتفع الجوي الآزوري في أغلب أيام هذا الشهر في عموم غرب البحر الأبيض المتوسط. هذا التمركز لهذا المرتفع الجوي سيعمل على اندفاع لمنخفضات جوية وكتل هوائية باردة نحو وسط البحر الأبيض المتوسط، وهذا ما انعكس على أن درجات الحرارة ستكون أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت العام في ليبيا وأجزاء من مصر وأيضا أجزاء من تونس. أيضا درجات الحرارة ستكون نوعا ما حول إلى أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت العام في عموم منطقة بلاد الشام وأيضا العراق. مرتفع جوي يتوقع أن يسيطر على عموم الجزيرة العربية، أيضا مرتفع جوي ضخم وكبير سيتمركز في عموم شمال روسيا، بينما ستكون الضغوط الجوية منخفضة في باقي القارة الأسيوية. بالنسبة لتوزيع الأمطار المتوقعة خلال شهر أكتوبر ستكون أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام في دول المغرب العربي باستثناء وسط البحر وسط البحر الأبيض المتوسط، تحديدا ليبيا وأجزاء من مصر، حيث ستكون كميات الأمطار أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. أيضا معدلات الأمطار ستكون أعلى في الأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة العربية، منها عمان، دولة الإمارات، أيضا جنوب المملكة العربية السعودية وأيضا اليمن والقرن الإفريقي وأجزاء من غرب السودان، فيما تكون الأمطار أقل من معدلاتها في جنوب السودان وأيضا أجزاء من أوروبا، بينما تكون أعلى من معدلاتها في الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية من القارة الأوروبية. الظواهر الجوية المتوقعة خلال شهر أكتوبر نبدأها من دول المغرب العربي، حيث ستكون الأمطار أقل من معدلاتها مع نشاط في سرعة الرياح والعواصف الرملية في الصحراء الكبرى، بينما ليبيا وأجزاء من تونس وشمال غرب مصر ستكون الطقس بارد بشكل لافت وكبير خلال شهر أكتوبر. أما بالنسبة لمنطقة بلاد الشام وعموم وسط وغرب المملكة العربية السعودية يتوقع أن تتشكل السحب الركامية المتفرقة وأيضا التي ترافق بالنشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار. جنوب الجزيرة العربية تحديدا سلطنة عمان وأيضا اليمن وجنوب المملكة العربية السعودية وعموم القرن الإفريقي وأجزاء من شرق السودان يتوقع أن تكون هناك أمطار رعدية وفرصة لتشكل السيول. بالنسبة لبحر العرب يتوقع أن تتركز العاصير في النصف الشرقي منه هذه المرة، خاصة مع الاحترار الكبير المتوقع أن يشهده بحر العرب في الجزء الشرقي منه. أيضا الدول القوقاز والبحر الأسود يتوقع أن تكون الأجواء باردة بشكل لافت مع هطول للثلوج وتشكل العواصف الثلجية، بينما يتشكل مرتفع جوي سيعمل على رفع درجات الحرارة في الأجزاء الشمالية الغربية من روسيا، بينما تكون الأجواء باردة بشكل كبير في وسط آسيا. كانت هذه النشرة الجوية الشهرية لشهر أكتوبر من طقس العرب. إلى اللقاء.